أدري من أين تأتي من أين آت الخير. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار أولا يخاف من الله، ثم يخاف من سوء الخاتمة، ثم يخاف من الغرماء، ثم يخاف ما الغرماء؟ الغرماء لأصحاب الحقوق، الظلم، أصحاب الحقوق ده الناس اللي هم عندي حقوق يوم القيامة أنا أخاف منهم. ما في ناس أنا ظلمتهم وأنا لا أعرفهم، ناس رتبتهم وأنا لا أعرفهم. يقول إيه؟ سمعت الناس يقولون عنه كذا، لا حول ولا قوة. هل رأيت بعينيك؟ يقول أبدا. تحاول الأخذ. هل سمعت؟ يقول أبدا. ما يقول الناس قالوا كده. ماذا تقول في هذا؟ فيخاف من الغرماء، يخاف، يبقى مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق هو بيعمل حجاب بينه وبين النار. وبعدين يذكر أناء الليل وأطراف النار، يصير لسانه رطب بذكر الله، يحافظ على الصلوات بنوافلها، يتقي الله، يعمل ذنب يستغفر، يعرف أن الله يراه. وسبحان الله فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص، بيتصور بيت، فصاحب البيت قائم الليل، قل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال قد آن يا رب، قد آن يا رب. خرصت بشر الحافي قاعد سيد عظيم في قومه، قاعد الوجهاء القوم قاعدين يشربوا ويغنوا، فجاء طارق يقول للجارية صاحب البيت هذا سيد أم عبد؟ قال سيد. فمشى، الكلمة طنت في أذن بشر هو بأجنه. فجرى للجارية، من كلمك الآن؟ قالت رجل مجنون يقول صاحب البيت سيد. قال لا، أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد. وترك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلفه وراح عند العلماء وتعلم وخلاص. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. وصلا بما سبق، هل الكفر والظلم والشر أشياء متأصلة طبيعية؟